أهلا وسهلا بكم في شركة بيور أكوا، حيث أحدث تقنيات معالجة المياه في جميع أنحاء العالم. أسعد الله أوقاتكم. نحن الآن في المقر الرئيسي لشركة بيور أكوا في مدينة سانتا أنا ولاية كاليفورنيا. هذه المحطة ستغادر بعد قليل إلى سلطنة عمان، والهدف منها هو توفير مياه للأغراض الزراعية. سعة هذه المحطة هي 24 ألف جالون في اليوم. مصدر المياه عبارة عن بئر جوفي حيث تصل الملوحة إلى 2000 ميلي جرام بير لتر. يتم دخول المياه من الفلتر الرملي، والغرض منه إزالة الشوائب العكارة وأي معادن ثقيلة مؤكسدة يتم التخلص منها عن طريق الفلتر الرملي متعدد الطبقات. يتم إزالة قبل الفلتر يتم ضخ الكلورين لأكسدة المواد الثقيلة كالحديد والمنغنيز، وكذلك التخلص من أي تلوثات بكتيرية وفيروسية موجودة في المياه. بعد الفلتر الرملي متعدد الطبقات يتم إزالة الكلورين بمادة كيميائية هي عبارة عن ديكلورينيشن، ومن ثم يتم ضخ مادة الأنتسكيلانت PA0100، والغرض منها هو منع تكلس الأغشية الأسموزية الموجودة داخل التناضع العكسي. يتم دخول المياه من المحبس الرئيسي، وعبارة عن محبس كهربائي، ويتم دخول مرور المياه إلى فلتر 5 مايكرون، ومن ثم إلى المضخة متعدد الطبقات للحصول على الضغط المطلوب لهذه المحطة، ويقدر بحدود 170 PSI أو 12 بار. كما نرى جميع الأنابيب والمواسير المستخدمة بعد مضخة الضغط هي عبارة عن مواد مصنعة من الستانلس ستيل 316 لتحمل الضغط العالي. نوعية الأغشية التي استخدمت في هذه المحطة هي عبارة عن أغشية صناعة هيدرونايركس الأمريكية. نوعية الأغشية هي عبارة عن SP2LD440. كما ذكرنا ستغادر هذه المحطة اليوم إلى سلطنة عمان، وسعة هذه المحطة هي عبارة عن 24 ألف جالون في اليوم. شكرا. شكرا لاختياركم بيور أكوا كمورد رئيسي لجميع محطات تنقية ومعالجة المياه في جميع أنحاء العالم.